السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب من جديد في سلسلة دروس علم الأحياء الصف الثالث الثانوي العلمي، مع الدرس الثاني من الفصل الأول الجهاز المناعي المتخصص. يبدأ الجهاز المناعي المتخصص بالتشكل فور دخول مولد الضد إلى الجسم والتعرف عليه وتشكيل استجابة مناعية خاصة للقضاء عليه. ويمثل الجهاز اللمفي الجزء المهم من الجهاز المناعي المتخصص، والذي يتكون من عدة أقسام هي نقيل العظام والعقد اللمفية، الغدة الصعترية أو الزعترية، اللمف والطحال، والخلايا اللمفية. أولا نقيل العظام، ندرس هذه الأقسام باختصار. نقيل العظام مسؤول عن تشكيل خلايا الدم اللمفية والنقوية. أما العقد اللمفية فهي عبارة عن بنى كروية أو بيضوية توجد على مسير الأوعية اللمفية. هذه العقد تقوم بتنقية اللمف من الجراثيم والخلايا التالفة، حيث أن عدد الأوعية الذي يدخل أو ينقل اللمف إلى العقدة أكبر من تلك التي يخرج منها، مما يعطي فرصة لهذه العقد بتنقية اللمف من الجراثيم والخلايا التالفة. ثالثا الغدة الصعترية أو الزعترية، مرت معنا في بحث الغدد الصم. هذه الغدة الصعترية أو التيموسية تسمى، تفرز حاسة التيموسين والتي تساعد على تمايز الخلايا اللمفية التائية. أما اللمف فيحوي مكونات بروتينية ومكونات مناعية أو جزيئات بروتينية ومكونات مناعية. الطحال يخزن الدم لمواجهة انخفاض ضغطه، كما أنه مسؤول عن تشكيل الخلايا المناعية في المرحلة الجنينية. ثالثا الخلايا اللمفية وهي الأهم، تنشأ هذه الخلايا من خلية جذعية في نقي العظام، ولها نوعان، خلايا لمفية تائية أو نقول لمفيات تائية ولمفيات بائية. اللمفيات التائية تتميز في التيموس، والبائية تتميز في نقي العظام. أولا الخلايا التائية، تصنف الخلايا التائية إلى أربعة أنواع: القاتلة السمية، المساعدة، الكابحة، والخلايا التائية الذاكرة. أولا القاتلة السمية، مهمتها القضاء على الجراثيم والفيروسات والطفيليات والفطريات. هذه الخلايا تقوم، الخلايا القاتلة السمية تقوم بمهاجمة الخلايا الغريبة وتحدث ثقوب في أغشيتها، ثم تفرز مادة سامة قاتلة تؤدي للقضاء عليها، لذلك سميت القاتلة السمية، تقتل بالسم، كما أنها تقاوم الأنسجة المزروعة وتسبب رفضها وتهاجم الخلايا السرطانية. أما الخلايا المساعدة فتفرز اللمفوكينات التي عن طريقها تنظم بناء وظائف جهاز المناعة، كما تساعد الخلايا اللمفية من النوع B على الانقسام وإنتاج الأضداد عن طريق اللمفوكينات التي تفرزها. الخلايا الكابحة توقف عمل الخلايا التائية والبائية بعد القيام بعملها، كما تنظم نسبة الأجسام المضادة في الدم. الذاكرة تتعرف مولد الضد عند دخوله إلى الجسم مرة أخرى. ثانيا الخلايا البائية، كيف يتم تحريض الخلايا البائية على الانقسام وماذا تعطي بانقسامها؟ تحرض الخلايا البائية على الانقسام، ذكرنا منذ قليل، عن طريق اللمفوكينات التي تفرزها الخلايا التائية المساعدة، كما أيضا تحرض على الانقسام بوجود مولد الضد، فتعطي انقسام نوعين من الخلايا البائية: خلايا بائية مصورية أو تسمى بلازمية، وخلايا بائية ذاكرة. البائية البلازمية تنتج الأضداد وتعيش مدة زمنية قصيرة، أما الذاكرة فتعيش مدة زمنية طويلة. وسائل الجسم المتخصصة لمقاومة الأجسام الغريبة، ندرس هنا مولد الضد والجسم المضاد. أولا مولد الضد وعبارة عن مادة بروتينية أو متعدد السكريات توجد في الجراثيم والفيروسات والخلايا السرطانية، تحفز استجابة مناعية متخصصة وتعمل على إنتاج مواد تدعى الأجسام المضادة، أو هنا نقول تحفز استجابة مناعية متخصصة وتحفز إنتاج مواد تدعى الأجسام المضادة. من المعروف أن الأجسام المضادة ذكرنا منذ قليل تنتجها الخلايا البائية المصورية استجابة لوجود مولد الضد، أي الجسم الغريب. فالجسم الغريب أو مولد الضد نقول يحفز استجابة مناعية متخصصة، هنا المقصود، ويحفز إنتاج مواد تدعى الأجسام المضادة. وضح أكثر، أي يحفز الخلايا البائية البلازمية على إنتاج مواد تدعى الأجسام المضادة. أما الجسم المضاد اللي ذكرنا منذ قليل تنتجه الخلايا البائية المصورية أو البلازمية، هو عبارة عن بروتينات متخصصة تدعى الجلوبيولينات المناعية، يوجد على سطوح الخلايا البائية التي أنتجته وفي الدم وفي الأنسجة اللمفية. دوره
يلتحم بمولد الضد ويشكل معقدات ضد مولد ضد. هذه المعقدات تقود إلى سلسلة تفاعلات كيميائية تنتهي بالقضاء على مولد الضد. لو وزننا هنا بين مولد الضد والجسم المضاد من حيث التركيب الكيميائي، من حيث مكان الوجود أو الموقع، ومن حيث الوظيفة. بنية الجسم المضاد. يتكون الجسم المضاد كما هو واضح في الشكل من 4 سلاسل متعددة البيبتيد، سلسلتان ثقيلتان متماثلتان وسلسلتان خفيفتان متماثلتان، يربط بينها روابط كبريتية. هذه هي الروابط الكبريتية، روابط كبريتية. وعيد، يتكون الجسم المضاد من 4 سلاسل متعددة البيبتيد، سلسلتان ثقيلتان متماثلتان وسلسلتان خفيفتان متماثلتان، يربط بينها روابط كبريتية. نجد أيضا على الجسم المضاد، نلاحظ هنا منطقة ارتباط مولدات الضد، وهذه المناطق هي مناطق متغيرة، مناطق متغيرة حسب مولد الضد. كون الأجسام المضادة نوعية، أي أن لكل مولد ضد جسم مضاد خاص به، لذا هذه المناطق تكون متغيرة، أما المناطق هذه فتكون ثابتة، وهذا المكان هو موقع الالتصاق بالخلايا البائية. أخيرا، دور الأضداد في القضاء على مولد الضد. كما ذكرنا، الجسم المضاد أو الأضداد تلتحم بمولد الضد وتشكل معقدات ضد مولد ضد، تقود لسلسلة تفاعلات كيميائية تنتهي بالقضاء على مولد الضد. الارتباط يتم وفق طرائق عدة، هي التعادل، الإلصاق أو التلازن، الترسيب، والتحلل أو تنشيط البروتينات المتممة. أولا التعادل، التعادل يلتحم بموجبه الضد بمولد ضد، أما الإلصاق أو التلازن يلتحم الضد بهذه الطريقة بأكثر من مولد ضد. الفرق بينهما هنا ضد مولد ضد، هنا ضد أكثر من مولد ضد. أما الترسيب فيلتحم بموجب هذه الطريقة الضد مع مولدات الضد المنحلة كالسموم مثلا، يؤدي إلى ترسيبها. في هذه الطرق الثلاث تحفز عملية البلعنة من قبل البالعات الكبيرة التي تقوم بالتهام مولدات الضد بعد ارتباط الأضداد بها. أما الطريقة الأخيرة فهي التحلل، والتي تنشط فيها البروتينات المتممة، أي بعد ارتباط الضد بمولد الضد هذا الارتباط ينشط البروتينات المتممة والتي تعمل على تحلل الخلايا المهاجمة أو الخلايا الغريبة، أي مولد الضد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي إن شاء الله أعزائي الطلاب في درس قادم.